to Dubai International Airport. تم تخصيص غرفة للكشف عن COVID-19 باستخدام الكلاب البوليسية بمطار دبي الدولي. يتم جلب العينات بالتعاون مع الشركاء من هيئة صحة دبي، وهذا الفحص يأخذ أقل من دقيقة، وتعتبر دولة الإمارات الأولى عالميا باستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن COVID-19 بمطارات الدولة. انا كنت فاكر ان في البي سي ار بس للكشف على الكورونا، ولكن انا لسه عارف النهارده ان في كمان الكشف عن طريق الكلاب البوليسيه، يعني يشمون ريحه البشر ويشخصون الكوفيد 19. The test was very fast, absolutely easy to do, and I was surprised that it was available upon arrival. ما كانش فيه اي تعامل مع اي كلاب خالص. It was very good and absolutely no contact with any dogs. ما خدش دقيقه، في منتهى السهوله.